بسم الله الرحمن الرحيم. تحية إلى أرواح الشهداء. أنا المساعد أول أحمد محمد عبد الرحمن، محقق في الشرطة العسكرية من مرتبات شرطة موقع درعا مقر الشرطة العسكرية بالصنمين. أعلن انشقاقي عن الشرطة العسكرية وانضمامي إلى لواء الأحرار وثورة الشعب السورية السلمية، وأوجه رسالتي إلى أهالي درعا الأحرار بأن جميع الشكاوى التي تقدم للقضاء العسكري ولمحافظ درعا ضد جرائم النظام هي حبر على ورق، لأن من يتولى هذه التحقيقات نحن الشرطة العسكرية، وقد فرض علينا أن ننسب هذه الجرائم لعصابات إرهابية مسلحة، مع العلم أنه ثبت لدينا أثناء التحقيق والدليل القاطع تورط قوات الأمن والشبيحة والجيش بكل هذه الجرائم.